هذا المشروع إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا. شكلت لجان من قبل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لدراسة الوضع الراهن لنظام التعليم واقتراح وتحديد أولويات للإصلاح. هذا المشروع كان في عدة عناصر، من عناصر المنظومة التعليمية سواء كان في البيئة المدرسية والإدارة المدرسية، المعلم والمفتش، الاختصاصي الاجتماعي، وأيضا في مجال المناهج والقياس والتقويم. اشتغلت هذه الفرق على مدى عدة أشهر، وكانت كلها في اتجاه متوازي بحيث نستطيع أن نحدد أين هي الأولويات التي يستطيع من خلالها النظام التعليمي أن يضع خطط تنفيذية تسهم في إصلاح وتحسين جودة العملية التعليمية. اليوم سوف نستعرض من خلال ورشة العمل النتائج التي توصلت إليها الفرق في كل عنصر من عناصر العملية التي قمنا بها جميع الفرق. هذا المشروع نأمل أن تكون الخطط التنفيذية التي نتجت عن هذه الفرق تطبق بوعاء زمني أو بحسب جدول زمني محدد برئاسة أو برعاية المجلس الوطني وأيضا وزارة التربية والتعليم.